النهارده زي ما قلت لكم حرس الحدود، الفوز اللي عمله النهارده على المكونه العرب بضربات الترجيح هو مكافاه للفريق ده ومكافاه للجهاز الفني اللي تعبانين طوال الموسم. انا مراقبهم يعني شايفهم كويس، بيواجهوا سوء حظ في كثير من المباريات، لكن هو فريق محترم وجهاز فني محترم احقاقا للحق. يعني معايا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن احمد ايوب المدير الفني لفريق حرس الحدود. يا كابتن احمد الف مليون مبروك. كابتن كريم تحياتي ليك، وفي البدايه كل سنه وانت طيب. وانت طيب وبخير. وكل مشاهدينك ومستمعينك بخير يا رب، ايام بركه علينا ان شاء الله. يا رب الف مليون مبروك النهارده الفوز على المكون العرب. طبعا بقول الحمد لله، يمكن فوز مهم ولكن في بطوله برضه مهمه. فرق الدوري كلها عندها اهداف مختلفه في البطوله دي. اللي عاوز يريح ويدرب لعيبه واللي عاوز ينافس على البطوله، كل واحد عنده اهداف اكيد في البطوله، كل صح. نادي حسب قدراته وامكانياته وطموحه. يمكن احنا بالنسبه لنا يمكن الدوري العام مهم جدا نظرا لتركيزنا في الجدول وظروفنا وسوء الحظ اللي لقيناه الفتره الاخيره. الو؟ اتفضل كابتن احمد، سامعك اتفضل. يمكن سوء الحظ اللي قابلنا الفتره الاخيره وعدم التوفيق في الدوري خلى موقفنا صعب جدا، ولكن يعني كلنا امل وثقه ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا. يمكن انا لما كلمت مع لعيب عن اهدافنا في البطوله قلنا هناخد كل مرحله يعني كل مباراه على حته. يمكن مباراه المالين بالنسبه لنا مكسب مهم. مكسب يدينا ثقه للفتره الجايه، روح معنويه كبيره، دفعه للامام. يمكن ما كسبناش بقى لنا فتره طويله، فمكسب معنوي بالنسبه لنا اكثر من اي حاجه. انا النهارده بشكر اللعيبه كلهم لان كان عندهم يعني تركيز وتصميم، واعتقد ان حتى فنيا كنا كويسين النهارده. يمكن نسبه الاستحواذ بتاعتنا النهارده 68%، فنسبه كبيره. بتلاقي فرقه كبيره بحجم المقاولين عندها جهاز فني على اعلى مستوى، بتلعب على ملعبهم، بيلعبوا بالفول تيم النهارده بتاعهم، تخرجهم من البطوله. اعتقد ده شيء ايجابي بالنسبه لنا، ولكن هنبني عليه الفتره الجايه، لان الاهم بالنسبه لنا زي ما قلت ليك كابتن كريم الدوري العام. طبعا بالتاكيد من كام يوم اول امبارح تحديدا قريت اخبار اخرى عن تجدد مفاوضات النادي الاهلي لضم زيكو، هل الكلام ده له اي اساس من الصحه دلوقتي واحنا في وسط الموسم، ولا مفيش اصلا كلام؟ لا يعني انا يعني محدش اتكلم معايا في يعني بخصوص الموضوع ده، ولكن يمكن كان في مناوشات كده في بين الدورين من اكتر من نادي لا ترتقي لاي حاجه رسميه. لكن هو الولد خامه كويسه ويقدر يلعب في اي نادي كبير لانه لسه صغير وعنده قدرات كويسه ومحتاج فرقه كبيره تساعده. يعني هو ظهر معانا بشكل كويس، ولكن ده برضه مجهود وتعب زمايله معاه. واعتقد يعني زيكو اول سنه ممكن يكون نادي ثاني، وممكن يكون نادي كبير بشكل كبير ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. طب كابتن احمد بالتاكيد عايز استغل الفرصه اللي انت موجود معايا واسالك عن مواجهه كبيره وتجدد امال للنادي الاهلي امام الهلال السوداني، كيف ترى هذه المواجهه؟ تمام. النادي الاهلي يعني قولا واحدا في الدور الثاني خلاص. قولا واحدا. طبعا. النادي الاهلي بيحب البطوله دي. يمكن تعثر في البدايه. خلاص الفرصه رجعت له وبايده. فاعتقد ان هو استحاله يهدرها ثاني يعني. ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن احمد ايوب المدير الفني لفريق حرس الحدود، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وبهنيك كمان صعود اليوم حرس الحدود على حساب فريق المكونه العرب في كاس الرابطه.